اهلا بيكم في الحلقة رقم 2 من ازاي تسحر لحبيبك وتسيطر على افكاره وادراكه. عارف انك انت مستعجل دلوقتي برضو انك انت تخش في الادوات والمفاتيح اللي هتبدأ تسيطر بيها ابتداء من النهاردة على افكاره ومقدراته، لكن للأسف الشديد التعجل في كل شيء يؤدي الى عكس نتائج. ربنا بيقول وخلق الانسان عجولا وفي العجلة الندامة. يا ترى السؤال المهم، اتفرجت على الحلقة رقم 1؟ لو انت مشاهد جديد معايا وبتبدأ من الحلقة رقم 2 وما اتفرجتش على الحلقة رقم 1، من فضلك ما تكملش، من فضلك وقف وارجع للحلقة رقم 1، ارجع اتفرج عليها كويس قوي وذاكرها واتمرن على الواجب اللي موجود فيها لمدة اسبوع على الاقل، مرة واثنين وثلاثة واربعة، علشان خاطر تقدر تتفرج معايا على الحلقة بتاعت النهاردة، لان الحلقة رقم 2 مبنية على الحلقة رقم 1، والحلقة رقم مليون مبنية على الحلقة رقم 1 و2 و3 و4. ما ينفعش انك انت تعمل حاجة قبل حاجة. اتدربت على الواجب في الحلقة اللي فاتت؟ خلي بالك ان تدريبك على الواجب في الحلقة اللي فاتت مبني عليه الحلقة بتاعت النهاردة. طيب، سؤال مهم جدا، ما هي القاعدة التي يجب ان نتبرمج احنا عليها؟ دلوقتي عشان اخليك تتحكم في سلوكيات الاخرين لازم تبقى انت متحكم في ادراكك انت لسلوكيات الاخرين، لازم تبقى انت عارف انت هتعمل ايه وانت بتمسك المفك. في ناس بتمسك المفك كده وفي ناس بتمسك المفك كده وفي ناس بتمسك المفك كده. انا عايز ادربك على ايه؟ عايز ادربك على مسكة الادوات المظبوطة، لان انا لو اديت لك اداة ومسكتها غلط هتؤدي الى نتيجة غلط، ولو اديت لك اداة ومسكتها صح هتعمل النتيجة الصح. ايه القاعدة اللي انا عايز اقولك عليها؟ القاعدة بتقول الناس تختلف أقوالها عن أفعالها في معظم جنسيات العالم. تاني، الناس تختلف أقوالها عن أفعالها في معظم جنسيات العالم. فركز مع الناس، مع اللي بتقوله، لا ركز مع الناس في اللي بتعمله. لا تهتم كثيرا لما يقوله الناس، ما تهتمش الناس بتقول ايه، لكن عليك انك انت تحلل السلوك اللي بيطلع منه وتحلل السلوك ده معناه ايه وتشوف هو بيقول ايه وبيعمل ايه. تسيبك من اللي بيقوله لان كلنا بنقول اي كلام، وتركز على اللي بيعمله لان اللي بيعمله ده هو الواقع. في مثل بيقول اسمع كلامك اصدقك، اشوف سلوكك استعجب. في الحلقات الجاية ان شاء الله باذن الله هتتدرب معايا على لغة الجسد، هدربك على لغة الجسد وهخليك تعرف ان الشخص اللي قدامك ده بيكذب ولا ما بيكذبش من لغة جسد الكذب. هل بيحبك ولا ما بيحبكش؟ لسانه بيقول ايه لكن جسمه بيقول لك ده كذاب او ده صادق، وتقدر تعرف حقيقة مشاعره من لغة جسده والتي لا يستطيع ان يتحكم فيها، وانت مع التدريب هتتحكم فيها. زي ما قلت في الحلقة الاولانية، ارجع اتفرج على الحلقة الاولانية لو انت مشاهد جديد وبتبدأ معايا من الحلقة التانية، وهتحقق نتائج رهيبة في الموضوع ده. هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتعرف اللي قدامك بيفكر في ايه وبيقول ايه، كأنه كتاب مفتوح قدامك، وهتسيطر على نفسك اولا ثم تسيطر عليه وتحقق منه النتائج اللي انت عايزها. اكتشفت اجهزة المخابرات الانجليزية زمن الاحتلال البريطاني لمصر ان الشعب المصري لما بيسألوه بيقول كلام يمشي على دماغ البريطانيين ويمشي على دماغ قوات الاحتلال البريطاني لمصر، لكن السلوك الواقعي على الارض حاجة تانية. فعرفت المخابرات البريطانية وقوات الاحتلال البريطاني لمصر ان الشعب المصري بيقول كلام وبيعمل كلام تاني. مع تقدم الزمن والعلوم اكتشفت مخابرات العالم كلها ان الشعوب بتاعتها معظمها بيقول كلام وبيعمل كلام تاني خالص. عشان كده اجهزة المخابرات الحديثة لما بتدي تقارير لرئيس الدولة ما بتعتمدش على ماذا يقول الناس، لكنها بتعمل حاجتين. بتعمل ايه؟ بتحلل اقوال الناس وردود افعال الناس في الشارع، على القهاوي، في الفيسبوك، في الجرايد، في الاعلام. بتحلل الكلام ده وتطلع بنتيجه، وتنزل ناس في الارض تشوف النتيجه دي اللي هم طلعوا لها من الاقوال والافعال دي مطابقه للارض على الواقع ولا لا، ويكتبوا التقرير لرئيس الجمهوريه. على سبيل المثال للحصر، يقول لك الشعب المصري مطحون يا سيسي من الاصلاحات الاقتصادية اللي انت بتعملها، الناس بتموت، ثورة الجياع طالعة. ده الكلام على الفيسبوك، الحقونا مش قادرين ناكل، مش قادرين نعيش، الدنيا غليت، هنموت، يخرب بيوتكو. ياخدوا الاقوال دي يقول لك الشعب المصري مضغوط ضغطة شديدة، ينزل الاسواق والسوبر ماركت يلاقي نفس الناس اللي كتبت الكلام ده بتشتري الكماليات بهبل،
البنزين غلي ولسه بيلفوا وبيتفسحوا بالعربيات في الشارع، يعني هم بيقولوا كلام وبيعملوا كلام تاني خالص، فما تركزش ابدا مع الكلام وركز مع الافعال، وده اللي انا هعمله لك. على سبيل المثال تلاقي واد بيحبك يقول لك بحبك 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 بحبك، وعلى الرغم يقول لك بحبك 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 الا ان هو بيرتكب سلوكيات تاكد لك ان هو ما بيحبكيش. منين بحبك ومنين لما بيشوفك واقع في ورطه ما بيقفش جنبك؟ منين بحبك ومنين بيقول لك كلمات تجرحك؟ منين بحبك ومنين بيطنشك؟ منين بحبك ومنين بيجرحك؟ منين بحبك ومنين ما بيراعيكيش؟ على العكس من كده تلاقي واحد تاني يقول لك لا 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 انا الحب ده ماليش فيه خالص، انا راجل مش بتاع بنات ولا بتاع، وانا ما بعرفش احب وما بعرفش نيل. وفي الاخر لا، وفي نهايه القصه تلاقيه ده هو ده اللي بيقف جنبك، هو ده اللي بيصلح لك عربيتك، هو ده اللي بيطبطب عليك، هو ده اللي عمره ما بيجرحك، هو ده اللي بيحتضنك. يبقى ده كلام مع سلوك مختلف، وده كلام ده كلام ايجابي مع سلوك سلبي، وده كلام سلبي مع سلوك ايجابي. يبقى ساعتها مين اللي بيحبك يا بنت ومين اللي بتحبك يا ابني؟ اللي سلوكه بيقول انا بحبك، مش كلامه بيقول ان انا بحبك. بعض الشباب بيعلن دائما ابدا، ودي في 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 عملتها في احدى حلقاتي، دائما بيعلن انا بحب البنت المتحرره اذا كانت البوسه ان بابليك وما فيهاش فيلينجز، واي نوت، انا بحب البنت المتحرره، اما البنت الموضه القديمه اللي ما فيهاش ما بحبش الكلام ده خالص، انا احب مراتي تبقى متحرره. اوكي، تروح انت متحرره له، متحرره له سلوكيا ومتحرره له قلعيا ومتحرره له في كل الكلام ده، وبعد كده تشوفيه وهو بيلتزم بالحوار المؤدب المهذب، ودايما تلاقيه لازق لك ولازق للبنات اللي شبهك، لكن بيقدس قوي البنت المحترمه الملتزمه، وبيقف قدامها بمنتهى الادب، وبيتكلم معاها بمنتهى الاحترام، وبيسعى دائما انه يخرج معاك انت ويضيع معاكي وقت، لكن البنت الثانيه بيهتم بيها وبيساعدها واحلامها بالنسبه له اوامر. افهم من كده ان الشاب دون بيقول بحب المتحرره، بيبرمجك عشان ياخد منك اللي هو عايزه، لكنه لما يجي يتجوز هيتجوز من البنت الملتزمه. نفس الشيء بالنسبه للبنات، بنت تقولك انا بحب الراجل ذو، بحب الشخص اللي هو مش قديم، الراجل ابو بدله وكرافته وساعه بزديق وزديري وساعه بكاتينه، ده انا ما بحبوش، انا بحب الزوج المتحرر الفري الرينجو جي 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 جي. وتلاقيها فعلا بتقف مع الشاب اللي زي ده، يبقى دي تصادق اقوالها مع افعالها. لكن في نفس الوقت تلاقيها رايحه للشخص القديم او الشخص اللي هو ملتزم. واحده ثانيه تقول لك لا لا انا ما بحبش المتحرر ده خالص خالص، انا بحب الراجل القديم اللي هو بيطبق طالع على السلم شايل البطيخه في ايده اليمين والشمامه في ايده الشمال، ده كلام جميل جدا، وبحب الراجل اللي يخش البيت من بابه يا كابتن، ما بحبش اللي بيتلاعب بيا، ده جميل قوي، اسمع كلامك اصدقك، اشوفك وانت واقفه وتشوفوها وهي واقفه مع الواد المز التنين المكحرت العيال السيس، وهي بتحب العيال السيس قوي، وتخرج معاهم وتتكلم عنهم كتير ودايما بتضيع وقت معاهم واقفه معاهم، تعرفوا ان دي بنت اقوالها للناس ولكن افعالها عكس كده. عشان كده الدرس اللي عايز اقوله لكم النهارده وتتمرنوا عليه في الحلقات الجايه، لا تهتم بما يقوله لك الشخص عن ذاته، لكن ركز في الصوره. خلي بالكم دي بقى حلقه النهارده عن الصوره، ركز في الصوره اللي بتجتذبه، ركز في الصوره اللي بتسيطر على مخيلته. يعني الولد يقول لك انا بحب البنت الملتزمه، وتلاقيه واقف مع البنت الصايعه المتحرره، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بيوقف مع منى المتحررة وسلوى المتحررة ومروة المتحررة وإيمان المتحررة، وهو بيقولك أنا بحب البنت الملتزمة عشان خاطر أنت شكلك ملتزمة مثلا، لابسة لبس محترم. الالتزام مش حجاب ولا نقاب ولا كلام الفاضي ده كله، الالتزام مش معنى كده الحجاب فاضي ولا النقاب فاضي، دي حرية شخصية، بس الالتزام التزام سلوكي وليس التزام ظاهري، ده اللي أنا قصدي أقوله. يبقى ركزي كويس قوي قوي، وركز كويس قوي 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 في الصورة اللي هي بتقولها لك وفي الصورة اللي هو بيقولها لك. بيقول لك انا بحب الملتزمه، طب شوفي كده واقف مع مين، شوفي دايما هو مين اللي بتجتذبه، شوفي دايما الشخصيه اللي بتلفت نظره، اساليه بتحبي مين من الفنانات، هيقول لك مين، هيقول لك نانسي عجرم، ولا هيقول لك هيفا وهبي، ولا هيقول لك كريمه مختار، ولا هيقول لك ايناس الدغيدي، ولا هيقول لك مين. اساليه السؤال اكتر من مره، اساليه في كل فيلم بتتفرجوا عليه، اسالها في كل فيلم بتشوفه مين اكتر شخصيه لفتت نظرك او لفتت نظرها، وقارن، هتلاقي ان الصوره تقريبا بتتكرر، يا صوره البنت المتحرره يا صوره الولد المتحرر، يا صوره البنت الملتزمه يا شخصيه البنت الملتزمه. تشوف الصوره، عليك انك انت تسال دايما وتلاحظ دايما،
ما تحكمش من اول مره، مش لما تشوفيه واقف مره مع البنت منى المتحرره يبقى ده صايع بتاع بنات متحرره، ولا واقف مع نجوى المحجبه بتحب البنات المحجبه. شوفي تكرار السلوك، تكرار السلوك وليس تكرار الاقوال. ركز معاك، ركز معايا انت كمان في البنت اللي انت بتعرفها. شوف مره واثنين وثلاثه، سبع مرات على الاقل، سبع سماوات، سبع بحور، سبع اراضين، بنلف الكعبه سبع مرات. كرر انت التجربه سبع مرات لحد ما تصل الى نتيجه شبه ثابته. يبقى هي دي الصوره الذهنيه اللي عند شريك حياتك اللي احنا هنخش له منها. وزي ما قال العظيم جميل راتب في فيلم الصعود للهويه، بالكلب ده هجيب ابن الكلب ده، احنا كمان بالصوره الذهنيه دي هنجيب صاحب الصوره الذهنيه دي. عرفتوا ليه في الحلقه الاولانيه انا كنت مركز على صوره البرتقاله اللي لونها برتقاني وقلبناها اصفر، ريحتها برتقان قلبناها برفان ليه؟ شفتوا ان انا كنت عمال ابرمج فيكم واعلمكم ان كنتوا تبرمجوا نفسكم على تغيير الصوره الذهنيه؟ علشان خاطر النهارده واحنا في الحلقه دي بنطبق على ما يعرف باسم الصوره الذهنيه، هنطبق على شريك حياتنا حاجتين. اعرف الصوره الذهنيه بتاعته عشان بعد كده هبدا اغيرها لكم، لان ببساطه الصوره هي الاساس في تشكيل الذكريات. ايه؟ مين؟ قول تاني كده. الصوره هي الاساس في تغيير الذكريات، وعلى اساس الصوره الذهنيه بتاعت الذكريات بيسعى الشخص الى انه يغير، يعني يسعى الشخص انه يتحكم في مستقبله عن طريق ذكرياته. بيسعى الشخص انه يتحكم في مستقبله عن طريق ذكرياته. وهناك بعض الاشخاص ذكرياته بتتحكم فيه بمقدار قد كده، وبعض الاشخاص ذكرياته بتتحكم فيه بمقدار قد كده. نقدر نعرف ازاي دون من علم الفراسة. هتطلع قدامكم صورة دلوقتي حالا، الصورة دي لواحدة ست كتلة راسها اكبر، يعني كتلة الراس اكبر من ناحية الودان. بص الودان وبص كتلة الراس فين، تلاقي ان كتلة الراس من فوق الودان بعيدة جدا. ده تعرفه على طول على طول على طول ان الشخصية دي عايشة في الماضي. ارجعوا معايا هنا بقى، الشخصية دي عايشة في الماضي، الماضي بيتحكم فيها، ذكريات الماضي بتتحكم فيها. فلو انت عندك شخصية زي دي وشفت شخصية زي دي، وعلى فكرة كتلة الراس دي نادرة الوجود. يعني انا مره في يوم من الايام كنت ماشي، مش فاكر في دوله، في جنوب افريقيا انا وعم، ومره واحده شفت راجل وست الاثنين متجوزين، بصيت لهم ولقيت نفسي بجري بسرعه عشان اصورهم، وتذكرت ان انا لو صورتهم ممكن يتقبض عليا طبقا لقانون دوله جنوب افريقيا، ان انا لازم اصور الانسان بموافقته. الاثنين متجوزين، الاثنين عايشين في الماضي. بص لبسهم قديم كهنه، بص لجزمتهم قديمه جدا، بص للمشتريات بتاعتهم، شفت حاجات جايبين حاجات من ايام سيدنا كتكوت ابن عكروت، ولا عكروت ابن كتكوت، حاجات قديمه جدا. عمرو قال لي ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له شفت كتله الراس دي، ما شفتهاش بقالي سنين، انا شفتها في الكتب بس، شفتها في كتب التشريح وكتب الجماجم اللي بتتكلم عن الناس اللي كانوا بياخدوا قراراتهم بيزد على الماضي. لو انت في يوم من الايام شريك حياتك عنده كتله الراس دي، تعرف ان الماضي بتاعه متحكم فيه، فلازم تخش انت في كتله الماضي. عارفين قصه مني انا، انا زمان كنت بحب واحده بنت اسمها سحر، كانت الحب الاول بتاعي، عشت على ذكرتها سبع سنين، وحكيت لكم يمكن دي في حلقات سابقه قبل كده، وما اتجوزتهاش الحمد لله، كل شيء نصيب. في فتره وانا عايش على ذكرى حب سحر سبع سنين، لما كنت بشوف واحده كنت بشوف فيها كام في الميه من سحر، شكلها شكل سحر، صوتها صوت سحر، لما الاقي واحده شبه سحر قلبي يجري وراها. عملوها في فيلم اسمه تمن دستة أشرار، لما كانوا مايو، أيوه افتكرت اسمه، كان اسمه مايو، لما كانوا عايزين يخلوا مايو يرجع يشتغل حرامي تاني، جابوا له نسخة متطابقة من الحب الأول بتاعه وحطوها له في سكته عشان يسرق العقد للبنت اللي هو بيحبها. يبقى احنا لو قدرنا نغير الصورة الذهنية عند حبيبتك أو حبيبك، بحيث إنك أنت مبدئيا في أول مرة بس تخشي له الدخله وتسيطري عليه، انك تاخدي نفس شكل الصوره بتاع حبيبته القديمه او حبيبها القديم، نفس الصوره نفس الصوت اقرب ما يكون الى نفس السلوكيات، هتقدر تخش من هنا، وبعد كده هناخدها انا وانت من مكانها اللي هي فيه، وناخدها من حبيبها او ناخده من حبيبته، ونطلع نخليه يحبنا احنا. خلي بالكم ان الواجب بتاع النهارده هو انك انت تعمل ايه؟ واجب الحلقه دي، بص كويس قوي على الشخص المستهدف،
مالكش دعوه هو بيقول لك ايه. بص بقول لك حاجه، بلاش تبدا بالشخص المستهدف، ابدا بنفسك انت الاول، ركز مع نفسك انت الاول، شوف انت بتحب ايه، شوف انت بتحبي الشاب اللي شكله ايه. ممكن واحده من حضراتكم او واحد من حضراتكم ما يعرفش اصلا هو بيحب ايه. ركز مع نفسك، شوف ايه اللي بيستهويك في الافلام، شوف ايه اللي بيستهويك، مين اللي بيستهويك من الممثلين والممثلات، شوف الستايل. طبق بقى لو انت عرفت نفسك، طبق على صاحبك او على صاحبتك او على زميلك، حتى لو انت مش مهتم بيه. افرض انت عندك زميل اسمه محمود، انت مش مهتميه بيه، احنا هنتدرب لمده اسبوع. شوفي محمود بيكلم مع مين في الشغل او في المدرسه او في الجامعه، شوفي بيركز مع مين، بيتكلم مع منى اللي لابسه عريان، بيتكلم مع سلوى اللي لابسه نص عريان، بيتكلم مع البنت اللي بتعمل لا ده بيتكلم مع البنت الملتزمه والمحترمه، مع الزميله اللي هي بتاعت ربنا وقال الله وقال الرسول. مرة واثنين وثلاثة على شخص واحد، شوفيه بيتكلم بيحب مين اكتر، اسأليه، اسألها. شفت الفيلم الفلاني؟ اه، تكون انت فيلم انت عارفه او شفته. يا ترى اكتر شخصية استهويتك في الفيلم مين؟ هيقولك لا والله انا استهويتني شخصية ايمان. ايمان دي شكلها ايه؟ ملتزمة، طيبة، حنينة، شخصية الام ولا شخصية العاهرة ولا شخصية البنت الصايعة؟ تتفرجي على فيلم تاني او تتفرجوا على فيلم تاني وتسألوا مين اكتر شخصية عجبتك في الفيلم ده؟ يقولك والله انا عجبتني الشخصية الفلانية دي جدا. يبقى احنا دايما بنقدر نعرف الروابط ما بين الاثنين عشان نتدرب لاكثر والاقل. يوم لما تقابلك حبيبك او تقابلك حبيبتك، تبقى انت عارف ازاي تقدر تستخلص الصوره الذهنيه. وركز في كتله الراس، لو كتله الراس كبيره قوي 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 من ورا الودان، تعرف انك انت بتعيش مع شخص عايش في الماضي، والماضي بالنسبه له يشكل كل حياته. تدريب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، دور في نفسك ودور في الاخرين، الصوره الذهنيه اللي انت بتحبها ايه، الصوره الذهنيه اللي بيحبها حبيبك ايه، كررها مره اتنين لحد 7 مرات لحد ما تصل الى صوره حقيقيه ولا تتعجل. ونتقابل في الحلقه الجايه من ازاي تسيطر على حبيبك وتتحكم في مشاعره وادراكاته. سعدت بكم والى اللقاء.